السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. رمضان كريم مبارك. أوكي، خلنا نحذف هذه. definition لل integers، تعريف ال integers. ممكن نعرف ال integers عن طريق مثلا char c. أوكي، ممكن أنه أنت تقول short init مثلا num. حتسأل أوكي شو هذا؟ هذا بأنه أنت بتذكر هنا short init num، بمعنى أنه short اللي هو من جزء الانتجر للمتغير num. حتلاحظ أنه قلة ما يستخدم هذا الشيء، طبعا هو هيك بتعرف، بس قلة ما يستخدموها، دائما بيستخدموها كيف؟ short num. أنت فيك تستخدمها short num، والانتجر حتكون في عندك integer num، هذا حيكون init init num. بالنسبة للlong، اللونج كذلك ممكن تعرفها بهيك شكل. اللونج أيضا ممكن تعرفها باللونج init num، وهذا الشيء ممكن، لكن يستحسن من عندك أنه لما تجي تعرفها أنت بتستخدم long num. That's it، هذا يكفي كلش. أوكي، أيضا ممكن أنه أنت تجي تعرف، أوكي، تجي تعرف long init num، هذا ممكن، لكن المستحسن انه انت تجي تعرفها long num. هلا بال C++ الحديثة ما يحتاج انه انت تذكر انه هذا النوع هو من الانتجر، لا لا لا، رأسا long num. long num عندك ال init num، عندك short num. اوكي، بس انا بعطيك كل الانفورميشن اللي تحتاجها، يعني في حالة انه حدا سألك اي شيء او حبيت تمتحن او مثلا سألوك قدمت شيء، لما يعطيك هذا الشيء حتى لا تنصدم، حتى لا تنصدم تقول أوكي أنا ما درست هذا الشيء في الدورة. أنا بعطيك كل شيء حتى إذا أجا خلاص تبقى تعرفه. short int واللونج int واللونج init واللونج لونج init هي موجودة، واللي هي ال بالسي بلس بلس متعرفة، يعني هذا اليوم long long init واللونج init، وعندك short init، وعندك ال اوكي هذه long long init واللونج init، وعندك الشورت init. هذه عادي سي بلس بلس، عندك ما عندك مشكله معها، لكن في عندك الشورت هاند، في عندك المختصر للفيرجن منها شورت، ممكن تذكرها كلونج، ممكن تظهرها كلونج لونج بدون init، ممكن تظهرها كشورت بدون شورت init. اوكي، عرفت كيف؟ فحتكون preferred اكثر لك انه انت يقلل لك عدد الكتابة أيضا، وبيضيف لك بإضافة prefix init، إضافة init لها بيجعل أنه أوكي الكومبايلر حيعرف أنت قصدك short من قسم init. أوكي، هذا بيفهم الكومبايلر أسرع، بطريقة أسرع، لكن ما حاجة لأنه أنت الحاسبات المتطورة ما تحتاج هذا الشيء. أوكي، فعادي حتى تتجاوز المشاكل ما تعرفها. أوكي، فقط اكتب short num او long num او long num او init num. That's it، انا بس حبيت اعطيك فكرة. بالنسبة لل identifying لل integer، كيف انه انت تعرف ال integer، كون انه size لل char وال short وال init وال long ممكن انه يتغير على حسب ال compiler او على حسب ال computer architecture اللي عندك. فممكن انت يعني تشير إلها للإنتجر عن طريق السايز بدل الاسم. أوكي، مثلا أنت عندك لما تريد تأشر على إنتجر اللي هي تبدأ بالنمبر أوف بيت لأي variable كان أنت عندك، ممكن for example تقول إنه تستخدم مثلا 32 بيت للإنتجر بدل إنه أنت تستخدم اللونج. يعني اليوم انت لما تيجي تختار identifying integer، بمقصد انه انت اليوم لما تيجي تختار character short init long، انت بتعرف شو تعمل، لانه اللونج اللي عندك قد يكون مختلف لحاسبات اخرى. اوكي، يعني اليوم انت لما تستخدم short، اوكي، هذا short ممكن يكون عندك شكل size of، ممكن يكون في حاسبة اخرى شكل اخر. فدائما انت فكر قبل لا انه تصمم اي برنامج، تفكر انه انت لما تيجي تختار هذه الفاريبلز تفكر في غيرك ايضا، لانه انت ممكن تعمل product تبيعها للناس، او ممكن تعمل product تعطيها لشركة معينة. هم لما بيجربوها على اكثر من platform او على اكثر من system على اكثر من architecture، من الجميل انه انت تدقق في الفاريبلز اللي تختارها. بالنسبة للانتجر range والساين اللي احنا درسنا عنها، احنا اخذنا فكره بال
الدروس السابقة الـ variable بالـ inputs، أنه أنت لما تجي هون تختار store تعمل في الميموري، نعرف أنه 2 أس N بمعنى عدد البتات اللي أنت بتخزنها. أوكي، وبتختلف عن القيم عن كل variable، كل داتا تايب تختارها انت بتختلف الفاليوز ايضا، بس ممكن انه انت تحدد هذه الفاليوز. هذا بنعتبره احنا السيت اوب سبيسيفيك فاليو، ممكن انه انت في عندك قيمه محدده للداتا تايب اللي احنا بنعتبره بهولد رينج، انه يكون عنده رينج ثابت. الرينج لاي انتجر فاريبل ممكن تحسبها عن طريق تو فاكتورز، بعاملين اللي هو سايز اللي هو في البيتس، او سايز في البيتس، او عن طريق من؟ عن طريق الساين اللي احنا نسميها بالسايند، هيك شيء نكتب السايند سايند. اوكي اتصور اوكي صح سايند، او ممكن تكون شو، ممكن تكون انسايند. طب هنا احنا شنو عندنا؟ ممكن انه احنا قلنا نحدد القيم للداتا تايب بانه نكتب معاها او قبلها، اوكي هي قبلها تجي، انه احنا نكتبها signed بمعنى انه هذا حتكون من ضمن رينج محدد، او ممكن انه تكون هذا الانتجر variable unsigned. اوكي signed integer، signed integer هو الفاريبل اللي ممكن يحمل كلتا النيجاتيف والبوزيتيف نمبر. يعني اليوم انا لما اجي اكتب signed init بمعنى انه هذا الانت حيحمل القيم السالبه والقيم الموجبه. اوكي لما اجي اعلن عن الفاريبل كساين، بيك حاله بعرف انه انا عرفت فيها القيم السالبه والقيم الموجبه. طب كيف انا اعرف الساين؟ بسيط جدا، الكاركتر هون اللي بتشوفه اذا بدك تحملها كل القيم فتيجي تكتب هنا سايند، هيك شيء ذاتس ات، ساين جار فقط، فقط تكتب قبلها ساين. لليوم إذا عرفت الشورت فيك تكتب شورت، عفوا signed short، نفس الحركة بالنسبة للانت signed init، نفس الحركة بالنسبة للمن long، أوكي signed long، ونفس الحركة بالنسبة للlong long أيضا signed long long num. أوكي فإذا signed هي حتكون مكانها قبل الداتا تايب حتى تتعرفها. انت عندك البايت الواحد ال 1 بايت، اذا عملت signed integer فحيكون الرينج من قديش لانديش، حيكون من ناقص 128 ولغاية 227 كبوزيتيف. اي value اي قيمة between بين minus 128 و positive 127 حتكون موجودة من ضمن هذا الفاريبل اللي انت اختاريته. اوكي فاذا انت ممكن هنا تحط 1 بايت signed integer safely، انه انت تختار اي قيمة من ضمن هذه القيم بالنسبة للمتغير اللي انت تختاره. يعني اليوم لما انا اجي اقول short signed init num بمعنى انه انا بختار حكون إلي حق أنه أختار من هذا الرينج لهذا الرينج ناقص 128 لحد 127، هذا الشيء واضح. خلونا نوقف هنا، نكمل وياكم درس القادم، مع السلامة.